بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح أمر مهم من أوامر برنامج البريكسكاد. الأمر ده اللي هو كوبي جايدد. كوبي جايدد موجودة في موديفاي، عندي هوم موديفاي كوبي جايدد. طيب أنا هدوس عليها بالشكل ده كده ونشوف إزاي إن إحنا نستخدمها أهي. تمام، أنا عايزة أعمل باب في الحائط ده وعايزة أعمل باب في الحائط اللي موجود هنا ده. طيب أعمل باب إزاي؟ هاجي آخد نسخ كوبي من الباب ده احطه على الحوائط دي، بس عن طريق كوبي جايدد ان انا باخد خطوط ارشاديه بتبقى نفس الخطوط اللي انا هحط عليها. يعني مثلا هاخد الحوائط دي معايا، هنشوف مع بعض ازاي. هاجي ادوس كده واحدد الباب اهو، بسحب واحدد الباب وبحدد معاه الحوائط اهي الخطوط دي، هو هيقرا لي نفس الخطوط دي فيحط لي عليها الباب. شايفين اهو، ادي الباب اهو، بدوس كده عملهولي وعملهولي مفتوح زي ما انا عايزه. لو عايزه الاتجاه التاني هدوس الاتجاه التاني اهو، شايفين انا كان انا مثلا عايزه الاتجاه ده. طيب نفس الكلام هنا اهو، نفس سمك الحائط بنفس الخطوط اهي موجوده، هي نفسها الخطوط دي، فدي دي الخطوط الارشاديه بتاعته اهو. انا عايزه باب في الجهه دي كده اهو، عمل لي باب في الجهه اللي احنا شايفينها دي. هنا ممكن انا احط باب، شايفين بالشكل ده كده. طب لو جيت عند الشباك هنا مش هيقرا اهو، ان الخطوط بتاعت الشباك هنا مش نفس خطوط الحائط اللي انا واخده منه، يبقى هو بيقرا بس خطوط الارشاديه بتاعته اللي هي خطوط الحائط اللي انا خدتها معاه، لكن الشباك لا. يبقى دي اول حاجه. طيب هندوس بيمين الماوس، هنيجي عند الكرسي ده، انا عايزه احط الكرسي ده في اي مكان هنا. طيب اعمل ايه؟ هقول له كوبي جايدد اهو، وياخد الكرسي ومعاه الحائط اهو، شايفين بالشكل ده كده كويس. ممكن ان انا احطه هنا اهو في المكان ده، ممكن ان انا احطه في المكان ده اهو، بيعمل لي اي اتجاه انا عايزينه اهو، انا عايزه في الاتجاه ده كده. ممكن ان انا احط الكرسي هنا. طيب هنيجي عند الحائط ده اللي هو الارك ده، مش هيختار، شايفين، لان هو مش قاري الخطوط على انها ارك بالشكل ده كده. طيب عشان انا اعمله على الارك ده بعمل ايه؟ هاجي ادوس بيمين الماوس وارجع تاني كده واقول له كوبي جايدد، واختار بقى ايه؟ اختار الخط الاولاني بس، فهو هيقرا لي خط واحد مش التلات خطوط اهو. اختار الخط الاولاني واروح عند الارك هنا كده اهي، شايفين عمل محاذاه للارك بالشكل ده كده، ودي ميزه حلوه جدا للامر ده. شايفين حطيت الكرسي بمحاذاه الكيرف اللي موجود او الحائط الدائري اللي عندي. يبقى على حسب ما انا باخد الخطوط الارشاديه هو بيقرا معايا الخطوط المشابهه ليها. يبقى احنا كده اتعلمنا النهارده امر مهم من اوامر البريكسكاد. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.